مرات كتير في حياتنا مع ربنا بنحس انه في موضوعات صعبة. هدف الحياة النضوج الروحي، المحبة، الفرح، الألم في حياتنا، قوة الغفران، أسرار الملكوت، الأكاليل ومكافآت المؤمنين. عشان كده في برنامج خلاصات هنتكلم عن بعض أهم موضوعات الحياة المسيحية بطريقة كتابية وبسيطة وعملية وفي نفس الوقت نقدر نعيشها، وده اللي خلانا سميناه خلاصات. أهلا بيكم في برنامج خلاصات. النهاردة عاوز أتكلم عن مهارة من المهم إن هي تكون موجودة عند كل حد مؤمن في مسيرة حياته مع ربنا، هي مهارة التعامل مع جروح الآخرين. أول حاجة عايز أقولها عن جروح الآخرين إنه التعرض للجراح من الناس اللي حوالينا أمر طبيعي. مرات كتير ممكن حد عن عمد أو بدون عمد يؤذينا بكلمة أو بتصرف يسبب جرح في أعماقنا. التعرض للجرح في حد ذاته مش حاجة غلط، والتعرض للجرح في حد ذاته مش خطية، لكن مرات بتبقى فيه جروح وإساءات عميقة بكلمات جارحة أو ببعض الأفعال الجارحة جدا لينا. الجروح والتعرض للجروح أمر طبيعي. أنت كمان لازم تتعلم أن أنت يكون عندك الحكمة أنك تتعامل مع الجروح دي. أول حاجة محتاج أن أنت تفهمها في العلاقات كلها عشان تقدر تحمي نفسك من التجريح وتحمي الآخرين كمان من أن أنت تجرحهم، حاجة اسمها الحدود. الحدود هي الملامح اللي أنت بترسمها لكل علاقة. في أربع حدود كل حد محتاج أن هو يحطهم في علاقاته المختلفة. رقم 1 الاحترام، 2 المحبة، 3 الثقة المتبادلة، و4 الغفران. الاحترام معناه ان انا عايز كل علاقاتي مع الناس تبقى مبنية على الاحترام المتبادل. المحبة مفهومة، انا عايز احب واقبل الاخر كما هو. الثقة المتبادلة معناها انا هثق في الشخص وهو كمان لازم يبقى واثق فيا. الغفران معناه انه لو انا تعرضت للإساءة انا عندي استعداد اغفر، بس ده كمان مربوط بانه الطرف الآخر لو أنا أسأت لي لازم يبقى هو عنده استعداد يغفر لي. ببساطة شديدة دي حدود العلاقات. لما بنعيش جوه الحدود دي مع بعضنا البعض في العلاقات القريبة والعلاقات الضيقة، سواء في الأسرة الواحدة 2 بيفكروا يرتبطوا، مجموعة بتتلمز مع بعض، اجتماع بيحضر مع بعض، كنيسة بتحضر مع بعض، احنا محتاجين ثقافة الحدود. للأسف مرات كتير قوي في المجتمعات الشرقية الحدود دي بتبقى غايبة، وكأنه إنه لو إحنا 2 قريبين قوي من بعض ده معناه إنه إحنا مثلا ما نحترمش بعض، أو معناه إن إحنا نسيء لبعض من غير ما نعتذر لبعض. عاوز أقول لكم حاجة مهمة قوي، خد بالك من القاعدة الذهبية للسيد المسيح حطها في العلاقات. في إنجيل متى أصحاح 7 وعدد 12 السيد المسيح قال كده: كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. عايز أشجعك لو تعرضت الجرح أنه رقم 1 اغفر للشخص اللي أساء ليك، ورقم 2 صلي كمان للرب أن هو يغفر له. أنا مش بتكلم دلوقتي عن الغفران، لكن بتكلم عن أنه التعرض للجروح ده أمر وارد. كل ما هتعود نفسك إنك تبقى في علاقات ناضجة مبنية على الحدود الناضجة ما بين الأطراف المختلفة، كل ما نسبة الجروح والتجريح ما بيننا وبين بعض هتقل. الحدود اللي هي إيه؟ اللي هي الاحترام، المحبة، الثقة، الغفران. افرض اتعرضت الجرح، درب نفسك على إنك تغفر للشخص وتصلي انه الرب كمان يكون بيغفر له، وطبق دايما على نفسك القاعدة الذهبية انه انا عاوز اعامل الاخرين زي ما بحب ان هم يعاملوني. لو اتجرحت ما تحسش انه دي حاجة غريبة، لكن درب نفسك على انك تبقى دايما موجود في علاقات ناضجة مبنية على الحدود السوية الناضجة، وربنا يبارككم.